السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني صيام يوم واحد بيكفر إن شاء الله سنتين. هات ورقة وقلم كده يا جماعة وتعالوا نحسب مع بعض حسبة بسيطة. لما صيام يوم واحد يعني رينج 12 ساعة يكفر سنتين يعني 24 شهر، يبقى أنت عندك الساعة بتغفر شهرين، يعني 60 دقيقة بتغفر إن شاء الله 60 يوم، يعني في يوم عرفة الدقيقة بيوم. عشان كده يا جماعة مش عاوزين في يوم عرفة نضيع ولا دقيقة ولا وقت، إن احنا نضيع وقت بقى على موبايلات ولا سوشيال ميديا. عاوزين نقفل الموبايل داتا ونقفل الواي فاي، نفتح بس الريدنج مود، سواء بقى هنقرأ قرآن هنقرأ أذكار أو هنقرأ أدعية. واللي عاوزين نقوله يا جماعة إن شركات المحمول عندها نظام اسمه كنترول بالثانية، عشان تحافظ على رصيدك كويس قوي وتحافظ على وقتك كويس قوي. فمفيش في الدنيا أغلى من وقت عرفة. فعشان كده يا جماعة احنا مش بس عاوزين نستغل كل دقيقة في يوم عرفة، لا احنا عاوزين نستغل كل ثانية في يوم عرفة يا جماعة. لما يبقى يا جماعة عندنا دقيقة بتغفر يوم، يبقى ده معناه ان الثانية بتغفر ان شاء الله حوالي 24 دقيقة. لما جيت افكر مدة ال 24 دقيقة دي يا ترى ايه هي المعصية او الذنب اللي ممكن يكون اتعمل فيها، لقيت انها ممكن تكون مدة وقفة ما بين شاب وبنت وقفة حرام في الجامعة، او ممكن تكون مدة مكالمة في جوف الليل في السر ما بين ولد وبنت، او ممكن تكون شات على الواتساب او الماسنجر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، او ممكن تكون فترة شاب فيها او بنت شافت حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى وعملت معصية سر انتهكت فيها حرمات الله وجعلت الله أهون الناظرين إليها. ففرصة عندنا يا جماعة يوم عرفة نستغفر في كل ثانية فيه على كل معصية وقعنا فيها قبل كده. فعشان كده يا جماعة عاوزين في يوم عرفة نحضر ورقة الذنوب ونقعد نفتكر ذنوبنا كويس قوي ونستغفر منها ذنب ذنب وما نضيعش ثانية في يوم عرفة. طب يا ترى ايه هي افضل الاعمال اللي نعملها يوم عرفه؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسال عن افضل اعمال يوم عرفه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن افضل الاعمال على الاطلاق يا جماعه هو الذكر، خصوصا هذا الذكر ثم الذكر المطلق من الاستغفار وغيره ثم الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة يا جماعة. فعاوزين نستعد كويس قوي قوي يا جماعة ان احنا نجيب الكتب زي كتيبات الدعاء من الكتاب والسنة وكتيبات الاذكار، ونحضر ادعية خاصة بينا يا جماعة وما نضيعش ثانية في يوم عرفة. وحاول يوم عرفة انك تعمل خير او تفطر صائمين وتاخد ثوابهم في اليوم العظيم ده. واخر حاجة يا جماعة عاوزين نقولها ان ربنا سبحانه وتعالى الكريم أكرمك لما أنت صمت يوم عرفة وغفر لك السنة اللي فاتت بكل اللي فيها وغفر لك السنة الجاية مقدما. فما ينفعش تبدأ السنة دي بمعصية لله في العيد، وعيش أحلى عيد في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.